السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ معاكم المهندس محمد اي تي من شركة الساهر الماس جروب. اهلا بالاعضاء. فيديو النهاردة ان شاء الله هنتكلم فيه عن ازاي تربط الايميل باجهزة هيك فيجن او هاي لوك. احنا عارفين طبعا ان الهاي لوك وهيك فيجن الاتنين يعتبروا واحد، فالفيديو النهاردة بإذن الله هيكون طريقة ربط الإيميل بالأجهزة. الطريقة مش صعبة، وإن شاء الله زي ما وعدناكم إن احنا كل شرحنا هيبقى بالعربي وبالعربي العام، بحيث إن انت تاخد المعلومة كاملة مكملة، تستفاد 100% من الفيديو أو من الشرح. نأمل طبعا ان الفيديوهات تنال اعجابكم، ومتنسوش دعمنا واشتراككم في القناة. يلا بينا نبدأ الفيديو على بركة الله. يلا بينا بقى شباب نبدأ نشوف هنعمل كونفيجريشن ازاي. اول حاجة نخش على البراوزر، نادي اهو جوجل، ونكتب في السيرش هنا جيميل. جي هي مكتوبة، هي عندي اهي جيميل. تمام، في العلامة اللي فوق خالص اللي على الشمال دي هندوس عليها، اهي هيجيب لي الحاجات اللي كانت متسيفة. لو مش متسيفة هنخش نسجل دخول بالميل اللي احنا هنعمل عليه الكونفيجريشن. اهو انا هعمل على ده قبل ان انا اسجل دخول بالباسورد. انا هفتح وهرجع لكم حالا. تمام يا شباب، انا فتحته وفتح لي فوق على الشمال فوق خالص اهو، بيقول لي هل تريد حفظ؟ لا انا مش عايز احفظ حاجة. هخش تاني اهو كده، الجيميل بتاعي فاتح. هخش على إدارة حساب، إدارة حساب على جوجل أهو كده، دخلني على إدارة الحساب. تمام، إدارة الحساب بتاعتي كلها هنا اهي، بس أنا مش عايز من دي حاجة. هقول لكم هنروح فين، هنروح فين بقى؟ هنطلع فوق كده نقلب شمال شوية، هنلاقي كلمة الأمان. تمام، هندوس على كلمة الأمان اهي. كلمة الأمان تمام هنا اهي. بص، أول كلمة من فوق تسجيل الدخول إلى جوجل، وتحتها كلمة المرور، وتحتها تحقيق بخطوتين. هتلاقي متفعلة بعلامة صح لونها أزرق. تمام، لو هي مش متفعلة عندك أنت خش فعلها. هتلاقي خطوات بسيطة جدا، يعني هتخش هقول لك تحقيق برقم الهاتف مثلا، دخلوا رقم الهاتف مثلا، وهيبعت لك رسالة على التليفون بتاعك الرقم اللي أنت دخلته، هيقول لك اه ده حق ملكية ليك. تمام كده، يبقى أنت إيه نفذت الخطوة دي. بعد ما تبقى العلامة زرقاء كده، علامة الصح، هننزل على اللي بعدها كلمات مرور التطبيقات. تمام، هنخش عليها، هيطلع لي برضو كلمة السر اهو. برضو خليكم معايا ثانية وهفتح وارجع لكم كده. تمام اهو، انا كتبت الباسورد وهسجل معاكم دخول. كده انا سجلت دخول. تمام، هو بيقول لي هنا كلمة المرور التطبيقات. احنا طبعا كنا عاملين باسوردات، بس هو انا عامل هنا ايه ميل دي في ار، وعامل كنت عامل واحد تاني بدي في ار بس. تمام، لو دوسنا على
تحتها معلش اختار تطبيقات وأجهزة التي ترغب في إنشاء كلمة مرور. هنحدد هنا، بيقول لك حدد التطبيق، هندوس عليها على الكلمة دي. هو جايب لك هنا اختيارات، يقول لك الميل، التقويم، جهة الاتصال، اليوتيوب، أخرى. فطبعا مفيش حاجة في دول مسمى اللي احنا عايزينه، فهندوس أخرى تمام، وهنكتب له مثلا أي حاجة بقى احنا عايزينها، دي في ار مثلا، دي في ار سوري ار تمام. وهندوس له، بعد ما نكتب هندوس له إنشاء، طلع لي كلمة السر. هي دي كلمة السر اللي هي باللون الأصفر، مكتوبة باللون الأسمر، وبعت لي مسج بيقول لي أنت عملت كلمة سر. تمام يا شباب، تمام. هنحفظ كلمة السر دي عشان هي دي اللي هنشتغل عليها في الدي في ار أو الان في ار. هندوس له تم. كده احنا انشأنا كلمة المرور. كده تمام يا شباب. طبعا انا مش محتاج كلمة المرور اللي انا انشأتها دي، لان انا كنت عامل واحدة تانية دي اللي انا شغال عليها، فهمسح دي. مسحت كده تمام. بس كده هي دي الخطوات، ان احنا نطلع باسورد من الجيميل، او نقول الجيميل بالبلدي كده يعمل لنا باسورد عشان نشتغل بي على الدي في ار او الان في ار، زي ما اتفقنا هيك فيجن هاي لوك، او زي ما اتفقنا بقى ان احنا ايه السيت اب اللي احنا بنعملها دي، او الكونفيجريشن اللي احنا بنعمله ده هيشتغل معانا على كذا ديفايس. تمام، يعني ممكن يشتغل نفس الخطوه دي تشتغل على ان في ار هيك فيجن او هاي لوك، على دي في ار هيك فيجن او هاي لوك، على مثلا على فينجر برينت نفس القصه هيك فيجن او هاي لوك، على مثلا انتركم اي بي اللي هو الجديد اكيد كلنا عارفينه، برضو نفس الخطوه دي لازم نعملها عشان نقول له طلع لنا باسورد، نعمل كونفيجريشن للديفايس بتاعنا او الجهاز بتاعنا. بس يلا بينا بقى، نروح نعمل نكمل بقيه الكونفيجريشن على الدي في ار. انيبل سيرفر دي طبعا هي ما بتبقاش متعلمه، هنعلم عليها. بصوا كده هي ما بتبقاش متعلمه، هنروح احنا معلمين عليها. بعد كده هنكتب اليوزر نيم اللي هو الايميل بتاعنا، مش بتاع العميل او بتاع الشخص اللي انت عايز يستقبل المسج بتاعت المش، وهتكتب الباسورد اللي انت رحت عملته من الجيميل. تمام تمام هتخش على اللي جنبيها SMTP سيرفر، هتبقى فاضية طبعا. هنكتب احنا ايه smtp.gmail.com زي ما مكتوبة كده يا شباب. بعد كده البورت هنكتب 587. هنيجي عند انيبل SSL، هنعمل علامة الصح تمام. هنيجي بقى ايه عند السندر، هنا هنكتب اي اسم، اي اسم انت حابه يعني. سندر ادرس هتكتب الايميل تاني تمام. هنا سلكت ريسيفر، انت عايز واحد او اتنين او تلاتة زي ما انت عايز. ريسيفر هتكتب برضو هنا اي اسم انت حبه يعني. ريسيفر ادرس هتكتب هنا الايميل
اللي هيروح له المسج، تمام؟ وهنعلم طبعا على العلامة دي صح اهي، اهي يا شباب. وهنا ايه؟ وهنا نخليها 2S. انت عايز تخليها 3S، هي ثانية يعني، يعني مش فارقة كتير. وبعد ده كله هروح عاملين ابلاي بعد ما نكتب ده كله. بعد كده هنروح عاملين تيست عشان نشوف ايه الخطوات بتاعنا والايميل اشتغل ولا لا. قال لي هنا ايه؟ ايميل تيست سكسفري، يعني كده ايه اشتغل تمام اهو. خش كاميرا موشن. طبعا انا عندي كاميرا واحد وكاميرا اتنين وهكذا. خش كاميرا واحد مثلا، هعمل لها انيبل، تمام؟ انيبل اهي. واخش سيتنجز، خش اعلم على كاميرا واحد، تمام؟ دي ملهاش لازمة قوي يعني، معانا نخليها 24 ساعة معاك. وهنعلم على سند ميل، تمام؟ طبعا لو عايز يدي الارم في الدي في ار هتدوس الارم. لو عايز تعمل فول سكرين للشاشة تكبر يعني الكاميرا اللي فيها الموشن تكبر على الشاشة، هتعلم على رقم واحد دي. وصلت يا شباب؟ بس بعد كده هنعمل ابلاي، بعد كده اوكي، بعد كده هنا ابلاي تاني. بس انت كده فعلت الموشن. بص هنا حتى الموشن شغال اهو. تمام، وبكده انت هيكون فعلت الموشن وشغال بيستقبل ميلات. كده هنخش نشوف بقى التيست اللي جه هو فعلا جه ولا ما جاش. هو التيست جه اهو. بيقول لك تيست نخش نفتحه. هو اول واحد اهو. كده الرسالة او صيغة الرسالة باينة قدامكم جميعا. اظن واضحة الرسالة. هقول لك انت استخدمت تيست اس ام تي بي سيتنج ورك. طبعا احنا شايفين ان احنا مسجلين دخول ب فوق اهو، محمد محسن 7787، واسم للشانل، اسم القناة تكنولوجي مان فوق اهي. نفس انا قصدي يعني بوريك ان هو نفس اللي مكتوب في الدي في ار. بس كده احنا تمام، وان شاء الله نكون افدناكم بالفيديو
وإن شاء الله تستفيدوا منه بقدر المستطاع، ومستنيين تعليقاتكم ودعمكم للشانل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.